احنا كوزارة شؤون اجتماعية كبرنامج استجابة للحالة السورية بلبنان عم نتعاون مع اليون اتش سي ار واليونيسف والمنظمات الدولية اللي عم بتساعد بلبنان لنساعد السوريين ونلبي لهم احتياجاتهم، بس يكون عنا القدرة انه نلبيها. بشكل عام على طول عنا جولات على المخيمات، بنشوف شو الشكاوى اللي عند اللاجئين السوريين، شو فينا نساعدهم، كيف فينا نتواصل مع الجمعيات لتقدر تساعدهم، خاصة بفصل الشتاء كان كتير صعب، كان في عواصف، كان في مشاكل. بنحاول قد ما فينا نكون قادرين انه نستجيب لنساعدهم. سورية جينا على لبنان لأن في حرب وأتمنى كتير على عيد الأم الطفل إنه بنرجع على سوريا. أتذكر أني كنت بسوريا أنا رفقات بنلعب بنروح على الجامع برمضان ونصوم نلعب بروح على المدرسة سورية. أنا ما بعرف إنها عيد الطفل علوا بنرجع سوريا. بروح على سوريا وبرجع لبيتي، بتمنى اننا نرجع ويخلص الحرب وما يصير عنا شيء ونرجع لبيوتنا ونطلع مثل اول، هيك نرجع لاخواتنا اللي بقاضي وان شاء الله بامان يضلوا ما يصير لهم شيء ان شاء الله. بتمنى لعيد الطفل اني يعني ارجع لبيتي، اكثر شيء بدي ارجع لبيتي. من سوريا من عظمية الشام، تهجرت من بلدي لأنه كان في حرب. بتمنى أنه أرجع على سوريا أعيش ببلدي وأعيش كل الأطفال معها، هنيك بلدي وحياتي ودنيتي وكل شيء.